مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرثه ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلالا؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا، لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة بمن مات على الكفر. وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونرمسه فيها بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة. وهذه المسألة مشكلة عظيمة، لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي وأنه مات وهو لم يصلي، ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين. فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا لهذه المسألة العظيمة، كما أنني أيضا أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فهو كافر، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.